يعني حضراتكم والهيئات الإغاثية موجودة في كل مكان في العالم، حتى لو ما فيش فيه أزمة، لكن في زي قرون استشعار أن في أزمة مقبلة في المنطقة الفلانية، في كذا في إفريقيا في على وشك مجاعة، أو هنا ربما في توترات فقد تكون هناك حرب وبالتالي سيكون هناك لاجئين. فمن دور هذه الأجهزة الإعلامية الإغاثية هي التنبؤ بما سيكون، أو توقع، بلاش نقول التنبؤ، توقع ما سيكون، وبالتالي الناس تستعد لأداء مهامها في هذه الطريقة في هذا المكان. بالنسبة لي من أهم المهام هي مهام التوثيق، من مهام التوثيق. أنا لا أقول ذلك لقناعتي أو لمهنتي كصانع أفلام وثائقية، ولكن لقناعتي بالدور اللي ممكن فعلا تقوم به الهيئات الإغاثية على الأرض من توثيق ما يحدث. هذا الأمر بالذات التوثيق لن نرى نتيجة له مباشرة، يعني غير الخبر اللي بيحصل، إن احنا بنقول إن هنا في كذا، ده في على طول من ناس تتفاعل إلى آخره، لكن في التوثيق ده للتاريخ، ده بيتحط كده في المكتبة إن يوم كذا حدث كذا ووقع كذا وكانت التطورات الأحداث بالطريقة الفلانية. التوثيق فعلا هذه مهمة للتاريخ، مهمة للتاريخ، ونحن جميعا على علم كيف يزور التاريخ. هل هذه المهام زائدة عن دور الهيئات الإغاثية؟ أنا أظن لا، أنا قناعتي أنها جزء مهم جدا من عمل الهيئات الإغاثية. الغريب أن كلنا نؤمن بما تفعله مثلا أو بما فعلته الجزيرة، بغض النظر نتفق معها نختلف، لكن أنا أتكلم على قوة الإعلام. كلنا نؤمن بهذا الأمر والمؤسسات تؤمن بهذا الأمر، لكن ما فيش حد مستعد يعطي في هذا الاتجاه، اتجاه الإعلام، مع أنه جزء هام ومهم من العمل الإغاثي في نظري. طيب ما هو المطلوب؟ كيف يمكن أن تقام هذه المهام؟ بصراحة يعني لما الدكتور هاني قال لي تعالى، أنا كنت عايز أقول حاجة واحدة، كنت عايز أقولها في 5 دقائق وامشي، يعني كان بالنسبة لي ده هو كل الزيارة أو كل المسألة، عايز أقولها لحضراتكم وياريت حضراتكم تفكروا فيها كويس. العمل الإعلامي عمل متخصص، لما حضراتكم بتعملوا في أي منطقة من مناطق النكبات مستشفى بتأتوا بأطباء متخصصين، أيضا العمل الإعلامي محتاج إلى متخصصين، مش محتاج إلى الأخ فلان أصله هو بيتابع الأخبار وبيحب يصور فنجيبه يبقى هو مسؤول الإعلام، لا، ده وقت انتهى، ده كان ربما عند نشأة الهيئات وما فيش كفاءات متوفرة. الآن العمل الإعلامي في الهيئات الإغاثية يجب أن يقوم به متخصصون في هذا المجال، هذا أمر مهم جدا. ليس الهواء، لن يكون بوسع الهواء أن يقوم بذلك، من المهم أن يكون هناك كادر إعلامي متخصص وظيفته الإعلام، يمسك هذا القطاع من الهيئة أو من تلك حتى يقوم بالعمل الإعلامي المطلوب. هذا أمر غاية في الأهمية. لما نقول أشخاص متخصصين، كمان بنقول أجهزة متخصصة، مش كاميرات هواة ولا أجهزة هواة. نعم ده كله مكلف، لكننا يا جماعة بعد ذلك هنرى نتيجته. أيضا مش هنكتفي بأن احنا نأتي بأشخاص متخصصين، إنما هيكون من المهم جدا تدريبهم على العمل الإغاثي، على العمل الإعلامي الإغاثي. يعني الإعلامي متخصص، لكن في النهاية الآن هو يعمل في مجال الإغاثة، فلا بد أن يكون هناك تدريب لرفع مستوى الإعلامي ثم تخصيصه في مجال الإغاثة. هذا مهم، نحن في عالم التخصصات، ما يعني خلاص انتهى عهد التطوعات والعمل العشوائي والعمل الهواء،
يجب أن يكون هناك أشخاص متخصصين، أجهزة متخصصة، تدريب دوري للناس دي على ماذا يمكن أن يقوموا به في مجالهم وفي مجال الإغاثة. من المهم جدا أيضا أن تكون هناك رؤية لكل مؤسسة، يجب أن يكون هناك لها رؤية، رؤية ماذا تريد أن تفعل. لا يكون العمل عشوائيا، بمعنى إحنا النهاردة عندنا كذا في إفريقيا فحنروح، وبعد كده حنروح الحتة الفلانية، بعد كده حنعمل، لا، في رؤية. هو بيذهب إلى المناطق لكن عنده رؤية لعمله الإعلامي، محددات للعمل الإعلامي. أيضا من المهم استغلال السوشيال ميديا. يعني إحنا أصبحنا في وقت كنا بنضحك قبل كده ونقول نعتبر أن السوشيال ميديا دي هي بتاعة الجماعة المراهقين والشباب وإلى آخره. الآن الجامعات فيها تخصصات، تخصصات للسوشيال ميديا. حضرتك بتروح بتقعد في الجامعة بتدرس وتاخد شهادة جامعية على أن أنت متخصص في السوشيال، يعني إلى هذا الدرجة. ونحن ما زلنا نغفل عنها. التلفزيون خلاص ما حدش يعني مين بتفرج عليه؟ أنا شخصيا بقالي سنوات لا أشاهد التلفزيون إلا عبر مقاطع عبر السوشيال ميديا. مين بيقعد الآن أمام التلفزيون ويمسك الريموت كنترول ويتفرج على قناة فلانية وقناة فلانية؟ في على مستوى العالم حوالي 3 مليار مستخدم للسوشيال ميديا. هذا القطاع الهائل اللي موجود محتاج إلى أن احنا نستغله. ويعني الإعلام الرقمي هذا، إعلام الديجيتال هذا هو القادم. حتى القنوات الموجودة الآن عارفة هذا الأمر، حتى القنوات الموجودة الآن بتكون حريصة على أنه ما يتم بثه من برامج على قنواتها أن هي تاخد منه مقاطع وتحطه على السوشيال ميديا. طيب هل إحنا في رؤيتنا فاهمين ده وعاملين حسابنا لده؟ هل إحنا في مرحلة متقدمة ولا احنا مستنيين بعد 10 سنين لما يكون العالم تقدم اكثر فنبتدي احنا نفكر في السوشيال ميديا ونقتنع بها؟ اعتقد عندنا يعني مسألة استغلال السوشيال ميديا هذا امر هام وله تأثيرات عليه. في نظري ايضا ان الرؤية هذه يجب ان تتعمد ألا يكون هناك حديث مباشر. الآن العالم مليان بأزمات شديدة جدا، وفعلا يعني الواحد قلبه بيوجعه وهو عمال يشوف من هنا لهنا لهنا لهنا. فالحديث المباشر والأسلوب المباشر، الحقوا مش عارف الصومال لا مين لا كذا لا كذا، الأسلوب المباشر أعتقد أن الناس ملته. طبعا نحن لا ننسى ونحن نتكلم عن السوشيال ميديا أن هناك أصبح ضخ معلوماتي غير عادي، لذلك ما حدش بقى عنده صبر انه يقعد يتفرج. انا كنت زمان بعمل الحلقة ساعة ونص، هل الان في حد ممكن يقعد يسمعني ساعة ونص؟ خلاص طيب بلاش. انا بعمل برنامج على السوشيال ميديا 4-5 دقائق اسمه صندوق بريد، باخد منه دقيقة ونزله ستوريز او كذا، وفاجأ بان ارقام الستوريز ده هي دقيقة 70,000 200,000 أرقام كده كبيرة، وأقل وأكبر بكثير من يعني من 5 دقائق. بمعنى أن الخمس دقائق الناس حتى مش قادرة تستحملها، الناس عايزة حاجة سريعة لأنه في ضغط جديد. ها يلا قول إيه اللي بعديه إيه اللي بعديه. فالمهم عدم المباشرة، والمهم الاختصار، والمهم الحكاية. أنا من أنصار الحكاية، من أنصارها جدا، كأسلوب لتوصيل ما يراد. ثلث القرآن الكريم تقريبا هو حكايات. فتخيلوا أن الله عز وجل يعني يرسل كتابه ثلثه حكايات 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 حكايات. والغريب أن نحن نقرأ الحكايات ولا نمل، نقرأ قصة سيدنا يوسف 50,000 مرة تقراها ولا تمل. حكاية، هي طبيعة إنسانية. لذلك من المهم جدا، وأنا أقترح على حضراتكم أن نضع اهتمام أو نولي اهتماما شديدا لفكرة
الحكاية كأسلوب لتوصيل المعلومة. الحكاية مش تفاهة، بالعكس اللي بيحصل ده تفاهة. الحكاية يجب أن طبعا تحمل رسالة ما وغير مباشرة، لكن المتلقي ذكي. لا لا يعني ما تخافش انه المتلقي مش هيفهم انت عايز ايه، لا بس انت احسن العمل، احسنه يعني اعمله بطريقة مهنية رائعة يطلع المسألة. انا عايز اسمع حكايات بدل ما اقعد اسمع ارقام، وان هنا مش عارف في 30,000 حصل ايه وحصل ايه وحصل ايه. هات لي حكاية هقعد اسمعها وهتأثر بها وهتمس قلبي وهبتدي ادور على حل، اكثر من ان انا اجيب واحده ست عماله تعيط وطفل مش عارف بيعمل ايه وكل هذه الصور اللي يعني تعبنا منها، تعبنا منها واستهلكت. والحقيقه بقى يعني اسلوب شويه مش جيد لان احنا نحس الناس على المساله غير حكايات الناس البسيطه. ما هي حكايات عم احمد ده او حكايه الفلاني او فلاني او فلان او فلان، هي حكايات بسيطه لكن هي بتدل على وجود شريحه من المنكوبين بنفس هذا الأمر. أيضا يجب يعني بنتكلم على الفيديو بنتكلم على الحكاية، لكن لا يجب أن نهمل الصورة الفوتوغرافية. ولما نتكلم عن الصورة الفوتوغرافية فبنتكلم أيضا على المتخصصين مش بنتكلم على الهواة، لأن المتخصص هيعرف يلتقط الصورة من زاوية ما تحمل معاني كثيرة. فالاهتمام بالصورة هذا مهم ليس فقط بالفيديو. وإذا كنا بنتكلم على الصورة فبنتكلم على سواء فيديو أو صورة متحركة، بنتكلم على صورة ثابتة أو متحركة، بنتكلم من الضروري على أخلاقيات الصور في الحالات دي. أنا شخصياً تماماً ضد إظهار الوجوه، ضد إظهار الوجوه بالطريقة العامة. والحكايات اللي هنعملها هنعملها مع حد هو يوافق إنه يطلع، لكن غير يعني يعمل حكايته، لكن غير إن أنا أقعد أصور حد عامل كده وحد عامل كده والكلام من ده اللي هو فيه يعني. أو في فرق إن أنا أصور وهو بيحكي احتياجه، في فرق إن أنا أصور وأنا بديله المساعدة، يعني فيها من وفيها كذا. في يعني استئذان الناس أمر مهم جدا. طبعا البعض قد يعتذر يقول لك لا ما تصورنيش، فيضيع عليك فرصة مهمة. مش مهم، لكن المهم هو الحفاظ على الأخلاق والمبدأ. الشخص ده ممكن يكون هو مش عايز يطلع في التلفزيون أو مش عايز يطلع في العمل أو مش عايز يطلع في الإعلام، عنده أقرباءه عنده كذا عنده حياء وأي شيء. يعني حضراتكم عارفين اكثر مني، حضراتكم متخصصين في ده، انه الناس اللي بتصاب، الناس اللي بتهاجر، الناس اللاجئين، الناس هم ما اتخلقوش كده. كان فيهم ناس زينا كده حالتهم كويسه وبيقعدوا في فنادق وفايف ستارز وكلام من ده، وجار عليهم الزمن واصبحوا كده. كل واحد فينا معرض لهذا الامر. فبالتالي اخلاقيات الصوره مهمه جدا. واذا كنا بنتكلم على يعني معنويات وأخلاقيات، فأنا أيضا بقترح، يمكن ملهوش علاقة مباشرة بالميديا، لكن أعجبني هذا الأمر في يعني أحدى حركات المقاومة كانت بتعمله، اللي هو إن كل كادر الموظفين بينزل على الأرض في السنة شهر يشتغل. فحتى المحاسب اللي هو عنده أرقام هو بينزل من على مكتبه بيروح شهر يتبهدل في الأماكن اللي فيها إغاثات ويشيل على ظهره ويعيش في أماكن باردة. هذا الأمر مهم جدا. هذا بيخلص أي هيئة من الشحوم، من الدهون، من الحاجات الزايدة. الناس اللي شغالة قاعدة في الإدارة بتحس بألم الآخرين وبتحس بألم الزملاء والزميلات اللي هم بيشتغلوا على الأرض، مش من مسألة فوقية. بتمنى ايضا ان تكون هناك، لان لما كنا بنتكلم على فكره اشخاص متخصصين، تدريب، اجهزه متخصصه، دي الحقيقه مبالغ مش بسيطه. وبالتالي انا بتمنى ان تكون هناك هيئه او عمل يتم التعاون فيه بين كل الهيئات الاغاثيه. يعني في
منصة، في طريقة، في أسلوب أن تتعاون فيه الهيئات الإغاثية على هذا الصعيد. آخر حاجة عايز أقولها ونخليها آخر حاجة عشان لما حد يعني يضربني فأعرف أطلع أجري، لأن ممكن تزعجكم أو تزعج البعض. أنا ضد استخدام الخطاب العقائدي في العمل الإغاثي إلى أقصى حد، أنا ضد هذا الأمر. المسألة مسألة نيات، اللي عنده نية لله سبحانه وتعالى هدي بينه وبين ربنا. أما استخدام الخطاب العقائدي بأي صورة من الصور أنا أراه أمر غير مفيد. إحنا القضية قضية إنسانية بحتة، بنعمل القضية الإنسانية دي بنيتي أنا ك لله سبحانه وتعالى، واحد تاني يساري، واحد يميني، واحد كذا، كل واحد بنيته. لكن تصعيد الخطاب العقائدي أظن أنه يعني ربما بيكون قادر على أنه يجذب شريحة ما من التبرعات من بعض الناس، لكن في الحقيقة في العام بيكون هناك عقبات. وأعتقد عدم رفع الخطابات العقائدية بتساعدنا كثيرا في التعاون مع الآخرين الذين يحملون نفس الهموم وصادقين. مش يعني حتى الجهات غير الإسلامية اللي بيبقى عندها رسالة ما عقائدية احنا بنلفظها ومنزعج منها، ومنقول ليه انتوا رايحين بتستغلوا الناس عشان تقولوا كذا او تقولوا كذا. فنحن اولى ان احنا لا نرفع شعار عقائدي. المتلقي عارف انت مين وعارف ماذا تفعل، وانت بينك وبين الله تعرف ماذا تريد، فيبقى الأمر هكذا بدون رفع يعني شعارات عقائدية. هذا يعني ما لدي اليوم، وآسف إذا كنت أطلت، وشكرا لكم.